السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع غدر الأصدقاء. اليوم موعدنا مع بروتوس الذي قتل صديقه يوليوس قيصر. الآن نذهب إلى الأدب الإنجليزي القديم، نذهب إلى أدب ورواية شكسبير يوليوس قيصر، ونعرف ما هي حكاية غدر بروتس وقتل بروتس لصديقه يوليوس قيصر. الآن حوار بين كاسيوس يحرض بروتوس على قتل يوليوس قيصر. ماذا يقول له؟ إني أعرف أنها مكرمة فيك يا بروتوس، كما إني أعرف ظاهر سماك. إن الشرف لهو موضوع حكايتي. أنا لا أعرف ما هو رأيك أنت أو سواك من الناس في هذه الحياة، ولكن أنا لنفسي وحدي أثر عن طيب خاطر أن لا أكون على أن أحيا لأكون في فزع من شيء هو مثلي. إني خلقت حرا مثل قيصر، وكذلك أنت. كلانا طعم مثل ما طعم، وكلانا يستطيع أن يتحمل من برد الشتاء ما يحتمل. في ذات يوم قارد عاصف والتيبر المضطرب يدافع ضفتيه، صاح قيصر: أنقذني يا كاسيوس. صاح قيصر: أتقدر يا كاسيوس أن تقذف بنفسك في وسط النهر الهائج وتسبح معي إلى الضفة الأخرى؟ فما كاد يتم كلمته حتى ألقيت بنفسي في النهر ودعوته أن يلحق بي، والحق أنه فعل. كان العباب يزمجر ونحن نلطمه بعضل شديد. كنا ننحي الموج ونلطمه بقلبين متباريين، وقبل أن نصل إلى الموضع المنشود صاح قيصر: أنجدني يا كاسيوس وإلا غرقت. أنقذت قيصر المنهوك من لجج التيبر. هذا الرجل أصبح إلها، وكاسيوس مخلوق تعس، عليه أن ينحني بجسمه إذا طرق له قيصر برأسه دون احتمال. أصابته الحمى حين كنا في أسبانيا، وكلما ألمت به النوبة لاحظت كيف يرتعد، وشفتاه الجبانتان هربتا من لونهما. سمعته يئن ويقول: ناولني شربة ماء. وإني ليدهشني أن رجلا على مثل هذه الجبلة الخارعة أن يسبق إلى ملك الدنيا ويحمل راية النصر. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.